بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده هنكرم الناس اللي حصلوا على الدرجه النهائيه في امتحان الترم الاول في الماس. طبعا مفيش دعوه بتاريخ المواد. طبعا انا كنت عايز اجيب جوائز اكبر من اللي انا جبتها دي، بس للاسف او مش للاسف، هي حاجه كويسه ان انا لقيت العدد كبير للمقفلين. يعني انا كنت مفكر ثلاثه ولا اربعه بس هم اللي هيقفلوا، كنت انا مضمون جوائز قد كده، فبقيت هتبقى قد كده. المهم مش قيمة المادية للجايزة، المهم معناها. فيعني ايه محدود؟ دي قليلة او كتيرة، خلاص. وطبعا برضو في الشهور اللي جاية الناس اللي هتقفل برضه يبقى في جوائز كل مرة ان شاء الله، يعني بس على حسب صعوبة الامتحان وحسب العدد، خلاص، عشان نبقى متفقين من الاول. فاللي انا ادري اساميهم يقول احمد عبد الرؤوف. طب ما تشجعوا زميلك اتفضل يا استاذ احمد. احمد جميل هاشم اتفضل يا باشمهندس. مفيش تحيه للجمهور كده ولا حاجه. احمد مصطفى السيد. اتفضل. ياسر صابر السيد. زياد محمود عبد الله. اليزن خالد محمود نصار. خد يا يزن. جانا محمد السيد. منا محمد صلاح. الولاد اللي تشجعوا زمايلهم عيب كده. حبيبه محمد كمان. اشرفت محمد علي الغريب. سلمى محمد فتحي. منة الله السيد عبد الفتاح. هايدي هيثم. يارا هيثم. نانسي سامع عبد العزيز. نور احمد علي. لجينا السيد شحته. اتمنى بس الناس اللي جابت الدرجه النهائيه دي تستمر على كده. اللي هيقل في الترم الثاني هاخد منه الجايزه. طب نتقابل على جوائز ثانيه ان شاء الله. ماشي، شكرا.